مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نسولوا المغاربة. سؤال اليوم أو موضوع اليوم هو واش تبغي مرتك تعيش مع الأم ديالك؟ خليكم مع الأجوبة والآراء ديال الناس. لا أنا ما نبغيش نعيش مع الأم ديالي. وراك عارفة المرأة كتبغي الاستقلالية ديالها، كتبغي تعيش بوحدها، تاخذ الراحة ديالها، وكذلك الأم ديالها تبغي تعيش بوحدها، ما نبغيهمش يعيشوا بجوج. حتى شي وحده ما كتاخذ الراحه ديالها مع الاخرى، دونك دو بريفيرونس يعيشوا سيباري. لا ما نقدرش نعيش معاها. علاش؟ يقدر يبقى شي مشاكل بيني وبينها وما نتفاهمش انا وياها. من الاحسن بيناتنا الثقه، كنا بعدنا بعضيات. هذا هو الشرط ديالي انا هو الاول. المهم الخطيبه ديالي اللي دابا المهم كنشرط عليها باننا تعيش مع الدار، مع الوالده. هذا هو الشرط الاساسي عندي انا في الاول. حيت الانسان باقي ما موفرش فهمش باش يسكن بوحدو، من بعد ان شاء الله بحول الله نسكن انا وياه بوحدي. وبالنسبه للام ديالك اللي ما كانتش باغاها؟ لا واخا ما تبغيهاش، هي عارفه الوضعيه ديالي كيفاش انا كنعيش. نقدر نعيش معاها الا كانت كبيره في السن ومحتاجه لشي واحد يبقى معاها ويعينها، وداك الشيء ماشي مشكل. يعني الا كانت صغيره في السن؟ حتى الا كانت صغيره في السن نشوف على حسب المعامله ديالها. ياك عارفه دابا الشباب المغربي باقي شويه فهمتي الحاله الاجتماعيه شويه بطاله والى اخره، لا بد هي فهمتي تدوز معك من ديك المرحله، ومن بعد الى كان الخير ان شاء الله من القدام تمشي تستقل شويه على الجله. اوكي المهم انا نقدر نعيش مع الام تاع الزوج ديالي. يعني ما عندكش مشكل؟ لا ما عنديش مشكل. واخا تكون قبيحه مثلا؟ واخا تكون قبيحه غنصبر على ود الزوج ديالي. تعيش مرتك مع الام ديالك؟ بطبيعه الحال نقدرنا، ما كان غيكون حتى شي مشكل، لا كان يعني كلشي غيكون متفاهم، ما غيكون لا مشاكل لا والو. ولكن مثلا لا طرا شي مشكل، مثلا مراتي ما قبلاتش، غادي نطلقها وغنمشي مع الوالده تو سامبلوم. واخا تكون كتبغيها البنت، واخا ما عرفت شنو، لان الواحد خاص اول حاجه يكون مرضي مع والديه. المهم الامهات فيهم وفيهم، حيت اكثريه ديال الامهات ديال الازواج ما كيكونوش ما كيعتنوش بالمرت الولد بحال بنتهم. كاينين امهات ولكن ماشي بزاف. يعني ما تقدريش تعيشي معاهم؟ لا الا كانت حاله نقدر نعيش، سي بوسيبل نعيش ولكن على حسب التجربه، فهمت؟ على حسب التجربه ما نقدرش نحكم عليهم دابا. تبان المراه ديالي نبغي نعيشها مع الام ديالي، نعطيك السبب علاش. غادت الام ديالك غادا تفاهم مع مرتك، مرا مع مرا ضروري الام ديالك غادا تدرس مرتك اكثر منك اللي انت راجل. هذه هي المساله اللي كنعتبر انا في حياتي تقريبا تقدر تكون مساله ايجابيه ومساله سلبيه في نفس الوقت. يعني انت هذا هو الراي ديالك؟ انا من رايي ان ما فيها باس يدوزوا واحد الفتره مع الام ديالو، ومن بعد ان شاء الله عادي يقدروا ديك الساعه يستقروا ولا تفاهموا معاه، ما علاش لا يبقاو. نقدر علاش لا، غير تكون ظريفه وصافي، ما تكونش كتدخل في الشؤون ديالنا بزاف، ما تكونش مسيطره علينا، وعادي تكون ظريفه وصافي صافي. يعني عادي عندك مويل، اهم حاجه تكون ظريفه. تكون ظريفه وما تكونش كتدخل بيناتنا وصافي، يعني ما فيكيش مشكل. اللي كانت قبيحه من الاحسن تبعد وصافي، باش ما تكونش المشاكل بيناتنا وتبقى هي بحال مثابه الام ديالي وصافي. داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، والمراه بحالها بحال الرمانه. النهار الاول كتخضع للطبع ديالها وكتخضع للتربيه ديالها، التربيه ديالها كانت ناجحه كتوافق اللا شعور، كان التربيه ديالها غير ناجحه والعكس صحيح. والسلام عليكم. واذا كانت الام ديالك قبيحه؟ حتى هي عندها امها، اذا خصك تكون عندها العقل والعقلانيه بجوج، وتكون شويه كتسايس الا بغات تعيش، ما بغاش تعيش لا داعي للزواج. شنقول لك زعما تكون معاها، حيت بحال الوالده ديالي ان شاء الله غادي تكون، علاش لا؟ اذا كانت قبيحه؟ ونساير معاها ان شاء الله تهدى عادي.